بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. طبعا بعد المؤتمر بتاع امبارح اللي اتعمل لتعزيز التعليم، الوزير طبعا استنى يشوف ردة فعل الناس على الكلمة اللي قالها، اللي هي ظن ان هي هتعمل بلبلة كبيرة، ان دخول الجامعات هيبقى بالتنسيق النسبي او بالوزن النسبي زي ما قال. فطبعا هو الراجل قال ان الناس اتكلمت ونشرت في الجرنان وكتبت الكلمة وهي مش فاهمة معناها، وكتب على صفحته الشخصية علشان بس يوضح ان مفيش تغيير في التنسيق. فقال ان القول الفصل في الموضوع، يعني دفعة تانية ثانوي اللي هم السنة دي تانية ثانوي سوف تمتحن العام القادم عندما يصلوا الى تالتة ثانوي امتحان موحد في نهاية العام بالأسئلة الجديدة. أي نظام التقييم المعمول به منذ أن التحقوا بالصف الأول الثانوي، يعني هتمتحنوا نفس الأسئلة اللي انتوا بتمتحنوها، تمام؟ وسوف نقدم لهم درجات للمواد، يبقى كده هيبقى في درجات السنة الجاية بخلاف السنة دي، هيبقى في درجات، والمجموع هيبقى 410 زي ما هو السنة دي والسنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها، يعني المجموع هيبقى زي ما هو ودرجات المواد زي ما هي تالتة ثانوي، تمام؟ وهذا ما سوف يعتد به في تنسيق الجامعات بلا تغيير عن السنوات السابقة. أما إيه الجديد في الموضوع؟ أي موضوع الوزن النسبي اللي حضرتك قلتها؟ قال الفرق الوحيد بس هو التغيير في توزيع الدرجات عن ما سبق، نظرا لتغيير أسلوب التقييم. إزاي بقى؟ إن هو هيغير الدرجات إزاي؟ أنا هقول لكم. السنة دي مثلا جايب مثلا امتحان العربي، فلو مثلا السؤال الاول عليه 5 درجات وهو فيه 5 نقاط، فطبيعي ان تبقى كل نقطة بدرجة. لا، الكلام ده مش هيبقى موجود، علشان انت ما تطالبش بدرجة ولا بنص درجة ولا بمش عارف ايه، مش هيبقى الكلام ده موجود اصلا. ليه؟ هيبقى نظام تقييم، نظام تقييم مش نظام درجات. لكن من خلال التقييم بتاعه هيدي لك درجة كاملة على المادة، تعرفش انت بقى السؤال الاول من كام والتاني من كام. فبيقول كده هو ايه؟ هو التغيير في توزيع الدرجات عن ما سبق نظرا لتغيير اسلوب التقييم، هيبقى الشكل مختلف. كل ما نقوله هو ان التنسيق يلبي الرغبات بدءا من المجاميع العليا ثم الاقل. فإذا كان أعلى مجموع على سبيل المثال 80، لو إن الطالب الأول على الجمهورية جايب 80%، فإن الكليات المرغوب فيها اللي هي مثلا الطب أو الكليات الهندسة تأخذ 80% وليس 98، وإلا ما حدش هيخش كليات كما هو الحال في الأعوام السابقة، تمام؟ فطبعا هو هيعمل إيه؟ أنتوا لازم تعرفوا حاجة معينة، إن كلية الطب كل سنة بتحتاج عدد معين، وليكن مثلا 8000 طالب زي السنة اللي فاتت. فال 8000 او ال 4000 او ال 5000 على مستوى الجمهورية على حسب كل سنة ما بيحتاجوا، يعني هياخدوهم. فلازم هو ينزل المجموع علشان ياخد الكم المطلوب في كل كلية زي كده. تربية عايزة 1000، حقوق عايزة 2000 مثلا يعني، تمام؟ فكده كده المجموع هتنزل على نفس الطريقة. طيب، بما ان التنسيق بقى يلبي الرغبات من المجاميع الأعلى إلى الأقل، من المجاميع الأعلى إلى الأقل، فإننا نحاول شرح أن المهم للطالب أن يحاول تحسين مستواه النسبي بالنسبة للدفعة مما يعزز فرصه في تلبية رغباته في الجامعات بدون النظر إلى الأرقام المجردة. إزاي؟ طبعا الحته اللي انا قلتها لكم وشرحتها لكم امبارح، ان هو هيقارنك بزمايلك، اقل منهم ولا فوق منهم؟ فوق منهم يبقى انت فوق، تحت منهم يبقى انت تحت، هي كده اهو. بالنسبه للدفعه مما يعزز فرصه في تلبيه رغباته في الجامعات بدون النظر الى الارقام المجرده، تمام؟ رسالة ختامية بقى للوزير، يعني قال أرجو ممن يتصدى لكتابة هذه الأمور، الناس اللي هي بتعمل بلبلة على الفاضي يعني وتعمل. فقال يا أخوانا بلاش من الموضوع ده، اتأكدوا الأول من المعنى قبل ما تنشروا حاجة. وطبعا يعني إيه يعني، قال والناس اللي بتبلبل الأخبار وتجيب أخبار وحشة دي جريمة أخرى، يعني الكلمتين اللي بيقولهم كل مرة فين في المؤتمر، تمام؟
يا رب تكونوا اطمنتوا. السلام عليكم ورحمة الله.